أهلا بكم مرة أخرى. يعتبر الألم آلية وقائية في الجسم، وعلى الرغم من اختلاف العوامل المرتبطة بشدة الآلام، إلا أن الأطباء يرون أن الإنسان قادر على التحكم ببعضها، وينصحون المرضى بالقيام بتدريبات معينة للتأثير على الطريقة التي يتعامل من خلالها المخ مع الألم. ولكن في بعض الأحيان الخوف من الألم يكون أسوأ من الألم نفسه، وخصوصا بالنسبة للأطفال، فتأتي ردة فعلهم بالعادة بناء على تصرفات الآباء. لذلك ينصح الخبراء دائما الآباء بعدم إظهار الفزع أو الخوف عند تعرض أطفالهم لإصابة، بل استقبالها بهدوء. هذا الأمر الذي يعطي الطفل إحساسا بأن الإصابة ليست خطيرة. فكيف نحدد الألم؟ وهل هناك أنواع معينة له؟ وهل من الممكن أن نتحكم به؟ كل هذا وأكثر سناقشه مع ضيفنا في الاستوديو، الدكتور طارق نصار، استشاري تخدير ورئيس وحدة التحكم بالألم في مستشفى القرهود الخاص. يا هلا ومرحبا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيك دكتور معنا، يسعد صباحك. أهلا بكم، وأحب أحييكم وأحيي كل أهلنا في الإمارات. شكرا لك. إن شاء الله عم زايد يكون عام سعادة بدون ألم بإذن الله. شكرا. دكتور، بداية خلينا نتكلم عن الألم وطريقة تكونه. طيب، الألم هو طبعا شعور سيء ما نحبش نحس به أبدا، وإحنا بنقول إن هو منحة ومحنة. منحة من الله سبحانه وتعالى، لأنه تنبيه إن في مشكلة لازم تتحل. وإذا تجاهلنا الحل وما بحثناش عن الحلول العلاجية بشكل سريع أصبحت محنة، لأن الألم بالذات الألم المزمن، وبنعرفه الألم المزمن بإن هو إن هو الألم اللي بيستمر أكتر من 3 شهور لا يستجيب للعلاج. وأكثر الآلام المزمنة شيوعا، ودي حاجة مفاجأة لنا كلنا، إن في الدراسات الحديثة في أمريكا وأوروبا، حتى في المنطقة الخليجية في الإمارات والمملكة العربية السعودية، لقوا إن 1 من كل 5 أشخاص بيعاني من شكل من أشكال الآلام المزمنة، اللي أهمها تخيل حضرتك، يعني فعلا نسبة كبيرة. صحيح. جدا، يعني احنا دلوقتي 5، فاكيد واحد فينا بيعاني. صحيح. فعلا، يعني نسبه كتير عاليه. بالظبط، لان اكتر حاجه منهم او اكتر الالام المزمنه شيوعا هي الام اسفل الظهر. ودي بتشكل اكثر سبب لزياره وحده علاج الالم. حلو. يليها الام الرقبه والام الاعصاب اللي بتمتد للاطراف العلويه. نعم. يليها الام المفاصل زي الركبه والكاحل والحوض ومفصل الكتف. يليهم ألام الأعصاب زي اللي بنشوفها في مرضى السكري واختناق الأعصاب في اليد، وبعد كده الألام المزمنة بعد العمليات الجراحية. نعم. فبننصح طبعا أن أي ألم مزمن معناه أنه لازم نبحث عن حل وعلاج سريع، لأن أكتر سبب لقلة الإنتاج عدم الاستمتاع بالحياة. نعم. تغير علاقة الإنسان بزوجته بأولاده. صحيح. بعمله، لا تتوقع أنه عنده ألم شديد في ظهره هيقدر ينتج أو يمشي أو يتحرك أو يبقى سعيد في حياته. فزي ما احنا قلنا، احنا عايزين السعادة ترسم وجوه كل اللي موجودين. إن شاء الله يا رب. أمين. احنا ما بنقول غير هيك. طب دكتور، انت ذكرت يعني شيء كتير مهم، اللي هو الفرق بين الأوجاع، خلينا نقول العرضية أو اليومية اللي بنتعرض لها، والآلام المزمنة. أنا كيف أعرف الفرق انه انا لا عندي الم ربما يجب ان اتوجه الى الدكتور لانه الم خطير؟ كيف نتعامل مع الوجع اليومي والوجع المزمن؟ تمام، اشكر حضرتك طبعا على السؤال ده لانه مهم جدا. الوجع العارض هو الوجع اللي بيتناسب مع حجم الاصابه، يعني انا اتخبطت في الركبه او اتخبطت في ظهري او شلت حاجه ثقيله، متوقع ان الاصابه دي يستمر الالم لمده 2 3 4 أسبوع. لو لقيت ان الالم استمر اكتر مما هو متوقع منه واصبح مزمن، يعني فتره طويله اكتر من 6 أسابيع، او صاحب الالم اعراض معينه بنسميها اعراض تحذيريه مهمه، زي ان نحس مثلا مع اصابه واحد رقبته اتحركت بشكل خطا. نعم. قعد فتره طويله بعد اسابيع لقى ان ايديه بيحس فيها بتنميل، او يحس بحرقان او بحراره زي ما يكون في حرق، أو بيحس إن في ضعف حركة. الأمور دي كلها علامات تستوجب البحث الثري عن حل. نعم. أما الألم اللي بيستجيب وبينتهي في مدة متناسبة مع الإصابة، فبنقول إن ده ألم عارض، وأموره بتبقى أبسط طبعا كتير من مشكلة الألام المزمنة اللي بتحتاج حل سريع عشان لا تتفاقم. نعم. طيب دكتور، لو قلنا نبغى نتحكم في الألم،
ما هي الطريقة الصحيحة للتحكم بالألم؟ يعني كيف الواحد يتحكم بألمه؟ وكيف إذا حسيت في ألم كيف أقدر أتحكم فيه؟ طيب طبعاً علاج الألم بنسميه علاج متكامل، يعني لا يمكن إن واحد يقول أنا هعالج الألم من وجهة نظره بس، لا جراح ولا صحيح. دكتور طارق مثلا ولا العلاج الطبيعي، لا صحيح. الألم ده مجموعة متكاملة من الأجهزة والتخصصات بتعالج الألم. أهم جزء شو التقنيات بالضبط موجود. أهم جزء في المنظومة دي هو المريض نفسه، هو المريض نفسه. المريض نفسه احنا لو عندك الألم ده تجربة نفسية، فإذا قلبك مليان بأمل مش ألم، بطموح، بإحساس إيجابي إنك هتنجح، بإحساس إيجابي، حتى لو الألم زي ما هو بس خلاص بقى حجم الألم صغير بالنسبة للأمل والنجاح والإيجابية اللي موجودة في قلبك بقى ضئيل. فده حاجة نفسية. احنا حتى لما بيجي مريض يقابلني أهم حاجة إن أنت تعديه بالإيجابية، بالسعادة، بإحساسه إن قدامه حاجات لازم يحققها، بإنه لازم ينجح. حلو. طب دكتور في أنا قريت كتاب جميل، بس هي كلمة عدوى الإيجابية. العدوى الإيجابية. دكتور أنا قريت كتاب، هل بس أنت كدكتور يعني أبغى رأيك في هذا الموضوع، إنه العقل الباطن سبحان الله، أنت ممكن يكون أنت فيك مرض أو حاجة، وأنا في عقل الباطن بتخيل إنه أنا طب لو جاني هذا، هل صحيح إنه ممكن أنا أصاب عن طريق تفكيري؟ أنا هقول يعني هتجه ل يعني نتكلم بشكل ديني شوية، إن الله عند حسن ظن عبده به. فأنا دايما أقول كده، يعني أقول دايما توقع الخير تجده. نعم. صح. يعني توقع الخير تجده. وإحنا الحمد لله يعني الشيء الإيجابي دلوقتي إن علاج الألم، كان زمان الناس تخاف تقول لك أنا عندي مشكلة في ظهري هعمل عملية، أو عندي مشكلة في عصب إيدي هروح أعمل عملية. نعم. التطور الحديث عندنا دلوقتي في علاج الألم أصبح الحل الجراحي هو حل أخير، ويبدو إن هو يعني ضئيل للغاية. فعلا يعني دكتور ما في اتجاهات جديدة الآن أو تقنيات قادمة في المستقبل لحل الآلام المزمنة أو التحكم فيها؟ طبعا التطور الكبير جدا اللي احنا يعني الحمد لله بنمارسه في الوقت الحالي خلى اللجوء للجراحة قليل جدا، وخلى العلاجات بالحقن، نعمل حاجة اسمها حقن تدخلي بأجهزة جديدة زي أجهزة السونار. كان زمان بنعمل الحاجات دي بس بأجهزة فيها إشعاع بتأذي المريض إلى حد ما لتعرضه لإشعاع متكرر. دلوقتي بنعملها بجهاز عامل زي اللابتوب أو الجهاز الكمبيوتر، وفي منتهى البساطة المريض بيتم حقنه في المكان اللي فيه المشكلة. صحيح. بعد طبعا التشخيص الدقيق والحقن الإيجابي. بعد الحقن الإيجابي بالألترا ساوند أو بجهاز السونار المريض بيحس بتحسن كبير جدا. أحيانا بنطبق آلية اسمها آلية التردد الحراري. التردد الحراري لما بيكون في ألم، فلنفرض من الركبة مثلا، ففي أعصاب معينة أو من مفاصل الظهر، ففي أعصاب معينة وظيفتها الإحساس ونقل الألم لكن ملهاش وظيفة تانية، فبنحرق أو بنعمل حاجة اسمها تردد حراري للأعصاب دي. حلو. فبيقل الألم اللي بيجي من الأعصاب دي. فإحنا زي ما بقول لحضرتك في تطور كبير. نعم. يخلينا يعني سعدة بالتقدم ده. ولازم يكون منظومة متكاملة، يعني لازم يكون في علاج طبيعي، في اهتمام بالحالة النفسية للمريض مع التشخيص السليم والحقن المناسب في المكان المضبوط. نعم. شكرا لك دكتور طارق نصار، استشاري تخدير ورئيس وحدة التحكم بالألم في مستشفى القهرود الخاص. يعطيك العافية دكتور. شكرا جزيلا لك دكتور على وجودك معنا.